أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وجه دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة هيكون لسه فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس لسه مكمل في شدته وهيكون رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون حر رطب على السواحل الشمالية، لكن بالليل الجو هيكون معتدل رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقي الأنحاء. في ارتفاع في معدلات الرطوبة الصبح، وده هيزود الإحساس بالحرارة عن المتوقع بحوالي درجتين لأربع درجات، وفي كمان نشاط للرياح على بعض المناطق، وده بيقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بالليل. تفاصيل أكتر عن أخبار الطقس معانا على تليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك الزملين ده، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. يعني من أبرز الظواهر الجوية الموجودة معنا النهاردة هي ارتفاع نسبة الرطوبة. عايزين نعرف من حضرتك نسب الرطوبة قد إيه في مختلف المحافظات؟ بالفعل احنا بنشهد استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، لأن احنا بنتأثر طبعا بامتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فبيؤدي لارتفاع نسب الرطوبة واللي بتتجاوز ال 95% خلال فترة الليل على المناطق الساحلية، أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، أيضا بتتجاوز ال 85% على القاهرة الكبرى. خلال فترات النهار بتتجاوز ل 40% على القاهرة الكبرى، تتجاوز ال 50 و60% على المناطق الموجوده في السواحل الشماليه، يمكن المناطق الجنوبيه في جنوب البلاد شمال وجنوب السويس طبعا بتبقى اقل نسب رطوبه بسبب بعدها عن البحر المتوسط، لكن في العموم هي نسب الرطوبه المرتفعه هي دايما هي اللي بتخلينا نحس ان احنا في ارتفاعات كبيره في درجات الحراره، لانها بتعلي احساسنا بدرجات الحراره بحوالي اربع درجات، يعني المناطق الساحليه كمان احيانا بتوصل لخمس درجات بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه. مع استمرار طبعا احنا بنشهد ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 36 درجه مئويه، احساسنا بيها هيوصل ل 39 و40 درجه مئويه بسبب ارتفاع نسب الرطوبه. في كمان زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، العوامل دي كلها هتؤدي لمزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحراره والاجواء شديده الحراره الرطبه على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ايضا الاجواء حاره رطبه على سواحلنا الشماليه، ويمكن المناطق الساحليه بتكون اقل درجات حراره طبعا من المناطق الداخليه. طب يا دكتور بالنسبه للايام الجايه هيكون في ارتفاعات ولا هتكون درجات الحراره مستقره؟ لا، هو احنا مكملين على نهايه هذا الاسبوع وبدايه الاسبوع المقبل في استمرار ارتفاع درجات الحراره طبعا اللي هي ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه، واحنا نعتبر طبعا اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجه الى درجتين، وكمان نسب الرطوبه المرتفعه هي اللي مخلينا نحس اكثر ان في ارتفاع في درجات الحراره. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة، والبداية هتكون من القاهرة، بتسجل العظمى في القاهرة 36 والصغرى بتسجل 25، الإسكندرية العظمى بتسجل 32 والصغرى بتسجل 26، مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى بتسجل 24، سيوة العظمى 39 والصغرى بتسجل 22، بورسعيد العظمى 33 والصغرى بتسجل 25، دمياط العظمى 32 والصغرى 25، الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 24، السويس العظمى 36 والصغرى بتسجل 24. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 34 والصغرى بتسجل 24، طابق العظمى 36 والصغرى بتسجل 26، سان كاترين العظمى 32 والصغرى بتسجل 19، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى بتسجل 29، الغردقة العظمى 38 والصغرى بتسجل 28، الفيوم العظمى 38 والصغرى 25، بني سويف العظمى 38 والصغرى 25، المنيا العظمى 39 والصغرى بتسجل 25. هنروح لأسيوط، العظمى فيها بتسجل 39 والصغرى بتسجل 24، سوهاج العظمى فيها كمان 39 والصغرى بتسجل 27، قنا العظمى 41 والصغرى 27، الأقصر العظمى 42 والصغرى بتسجل 27، أسوان والوادي الجديد كمان بيسجلوا 42، الصغرى في أسوان بتسجل 29 وفي الوادي الجديد بتسجل 25، شلاتين العظمى 39 والصغرى 27، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا.